بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا اتكلم كمواطن مصري، كمواطن مصري منكم، واقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اشكر الحقيقه في هذا اليوم حسينا يعني ايه كلمه وطن ويعني ايه كلمه مصر. امانه كبيره في ايدينا كلنا. حسينا يعني ايه كلمه قائد، فعلا قائد ليه رؤيه وشعب ليه اراده. حسيناها فعلا النهارده. حسينا وطن وقائد وشعب بيبنوا وهيبنوا بلدهم. حسينا يعني ايه حب، حب ناس كتيره، حب اهلنا العرب لينا، حب العيله العربيه لينا. بنشكرهم من قلوبنا وبنقول لهم انتم اهلنا، جزء مننا، ومصر معاكم بإذن الله هتبقى أمتنا العربية فعلا في المكان اللي احنا نستحقه. بنشكر. أما نبص للعالم كله، العالم كله، الولايات المتحدة، روسيا، أوروبا، الصين، كل هذه البلاد جاية وتقول فعلا مهد الحضارة، شعب عظيم، احنا جايين نقف معاكم لان احنا عارفين اهمية مصر بالنسبة للعالم. جايين نقف معاكم لان انتم على الحق، انتم على الحق، واحنا العالم كله بينصر الحق وبينصر السلام وبينصر الانسانية، ومصر بلد السلام والانسانية وهتتبنى بامر الله. العالم كله واقف يبص لمصر. ايوه هي دي مصر، هي دي مصر اللي عملت الحضاره من 7000 سنه، هي دي مصر اللي حبت الناس كلها، وهو ده المصري اللي ما فيش في قلبه اي كره ولا في قلبه غير السلام والحب والانسانيه. هو ده المصري، هو ده المصري الأصيل، وعشان كده العالم بتحبه، وعشان كده النهارده العالم كله جه يقول له فعلا يا شعب مصر انت كنت على حق، انت كنت على حق لانك حافظت على مصر ورجعت لك مصر، وربنا ألهمك بقائد، ربنا أرسل لك قائد ليه رؤية، وانت شعب ليه إرادة، وانت هتبني وطنك. الحقيقة نتائج مبهرة. احنا كشعب النهارده كلنا بنحافظ على وطننا، كلنا ايد واحده، لكن في نهايه هذا المؤتمر لما الرئيس قال ان ده دراع مصر الاقتصادي، الجسم كله لازم يشتغل، هنا بيبدا التحدي، هنا بيبدا تحدي شعب مصر. هنبني وهنتعب وهنشقى، ومفيش قدامنا غير الجدية، ومفيش غير قدامنا غير الاشتباك، الاشتباك والقضاء على أي فساد، والقضاء على أي إهمال، والقضاء على أي حاجة توقف سكتنا. الحمد لله لينا جيش ربنا سبحانه وتعالى سخرناه لنا، ولينا رجال شرطة عظماء شغالين في القضاء على الإرهاب، وقضوا على جزء كبير منه، وهنطهر بلدنا، وهنطهر بلدنا، وهنثبت بلدنا بدعائم الأمن والسلام الحقيقي، وهنأمن العالم من أي هجمة شرسة، وهندافع عن إسلامنا، وهندافع عن إسلامنا من أي هجمة شرسة، بفكرنا وبأزهارنا وبديننا وبتعاليم ديننا. بنشكر العالم كله
بنشكر اخواتنا العرب اللي هم عمرهم ما تاخروا. نقول ايه؟ وقفوا جنبنا في كل وقت. بنشكر فعلا كل من قدم يد المساندة والمساعدة بصدق وبقلب لمصر. المملكة العربية السعودية بنشكرها، لأن هذه الفكرة وفكرة المؤتمر جت من رجل عند الله سبحانه وتعالى، خالد الذكر، ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني في فسيح جناته المغفور له، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. دي كانت فكرته وفكرة السعودية. دعم المستمر من أشقائنا في الإمارات، دعم مستمر وقلب، الواحد بيحس إنهم أهله وإخواته، عمر شعب مصر. إلا ما كل واحد يعني حاطط الجميل في قلبه وبيرد الجميل بالحب وبالسلام وبالقوة. بنشكر أهلنا في الكويت، وكان تشريف سمو أمير الكويت بنفسه وصل لقلب كل مواطن. بنشكر أهلنا في الكويت، بنشكر الملك سلمان الحقيقة وشقيقه العزيز اللي شرفنا ولي العهد سمو الأمير مجرن، كان منور الدنيا، وبنشكره من قلبنا كمواطن مصري بشكره. بنشكر سمو الأمير سمو الشيخ خليفة ووقفته جنبنا، ويعني وجود سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ممثلا له وممثلا لدولة الإمارات، هذا الرجل المحب لمصر، هذا الرجل اللي احنا بنفتخر بنجاحاته، بنشكره ونقول لهم متشكرين. سمو السلطان قابوس وجوده وإرساله أيضا دعم لمصر، ووجود ممثل له، بنشكرهم جميعا. كل الرؤساء اللي حضروا، الرئيس البشير، دولة الرئيس تمام سلام، أهلنا في لبنان، الحقيقة الصومال، كل الدول العربية اللي حضرت بنشكرهم. أنا خايف أكون نسيت حد. فلسطين، فلسطين اللي احنا كلنا واقفين معاها ودفعنا عمرنا وهندفع. لأن ليه هندفع وليه الشعب المصري دفع؟ لأنه دافع عن الحق واقتنع بهذه القضية، ومصر واقفة مع فلسطين لغاية بأمر الله ما نلاقي دولة فلسطين واقفة على رجليها بإذن الله، وده حق وده العدل الإلهي. بنشكر أهلنا في إفريقيا، وإحنا وطبعا جلالة الملك، جلالة الملك العزيز على قلب كل مصري، جلالة ملك البحرين. الحقيقة وجوده بينا كان دايما يعني فعلا يعني مدينا فرحة وبهجة. إخواتنا وأهلنا موجودين بينا واقفين جنب مصر. الأردن الحقيقة جلالة الملك عبد الله ملك الأردن الهمام الشجاع اللي هو دايما معانا، وهناك وحدة مصير بيننا وبين الأردن، بنشكرهم. أنا بتكلم كمواطن مصري، اسمحوا لي إن أنا بتكلم كمواطن مصري من قلبي، بتكلم بقول وبتكلم كمواطن مصري بشعور الرجل المصري البسيط. قد إيه المصري بيبقى فخور بأهله لما يبقى عنده مناسبة ويلاقي أهله جنبه. إحنا فخورين بعرب، كل أمتنا العربية وكل ضيوفنا، ضيوفنا إيه دول جايين في بيتهم، فعلا فخورين بيهم. رسالة حب من كل راجل فيك يا مصر لكل من حضر في هذه المناسبة. أما كل يعني محب السلام، كنا بنشوف إيطاليا بتتكلم كأنه مصري وعارف يعني إيه مصر، أسبانيا واقفة مع مصر، روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، كله واقف وعارف إن أمنه واستقراره يرتبط باستقرار هذه المنطقة، واستقرار هذه المنطقة
هو استقرار مصر القوية، مصر اللي هتنمو بإذن الله واللي فعلا هتحقق حاجة. وهفكركم يا شباب مصر، لأن مصر المستقبل هي بتاعتكم، مصر المستقبل هي بتاعتكم. هفكركم لو كان لينا عمر بحاجة جديدة اسمها التجربة المصرية. التجربة المصرية انتوا اللي هتعملوها. لأن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا قائد بنحبه، أمين، يعرف ربه ويحب وطنه، ومهما عملنا احنا في أمان لأن هذا القائد أمين، القوي الأمين. الحمد لله ربنا سخر لنا قوي وأمين على هذه البلد. الحقيقة لازم برضه أقول لكم نتاج هذه الأيام. أنا اتكلمت على طبعاً التأييد السياسي والرسالة السياسية، وإن مصر على الحق وإن إحنا على الطريق والعالم كله معانا واقف، ومكملين الطريق بإذن الله، لأنه طريق الحق، طريق السلام، طريق المحبة، طريق التسامح، مكملينه بأمر الله. طيب في اتفاقات؟ نعم في اتفاقات. طبعا أنتم جميعا عايزين تعرفوا هذه الاتفاقات. احنا بنتكلم على استثمار مباشر، عقود اتوقعت فعلا، فعلا عقود اتوقعت وستبدأ بإذن الله التنفيذ بكام؟ 36.2 مليار دولار. طيب مشروعات ممولة، مشروعات ممولة، يعني واحد جاي يعمل لنا محطة كهرباء هو بيمولها، وإحنا بنسدد على سنوات طويلة، اللي هي الاي بي سي، اللي هي انجينيرنج بروكيورمنت كونستراكشن، 18.6 مليار دولار. صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي، الحمد لله 5.2 مليار دولار. 60 مليار دولار. 60 مليار دولار. طيب اخواتنا اللي شكرناهم بنشكرهم من قلبنا، وانتوا يمكن اعلن هذا التزام من 4 دول عربية، 12.5 مليار دولار. كل الشكر ليهم وكل التقدير ليهم. هل دي فلوس جايلنا ولا برضو عشان نبقى كلنا بنتكلم؟ لا، دي مشروعات تنموية بنبتديها، اللي هيخلص في سنة، اللي هيخلص في اتنين، اللي هيخلص في تلاتة. واحنا بقى وشطارتنا اشتغلنا 24 ساعة في اليوم 7 أيام هتخلص المشروعات، اشتغلنا 6 أيام بس يبقى كده هيبقى في تأخير، اشتغلنا 12 ساعة بس. أنا بطلب من كل مصري، كل واحد على رأس عمل، ما عندناش حاجة اسمها ليل. عايزين مصر والتجربة المصرية بالتسعين مليون يبقى فعلا نقدر نشتغل. كل مسؤول هينظم، ما فيش قدامنا غير الشغل والعرق، والله ما في. لو جبنا مال قارون بدون شغل وعرق وتصميم عشان التجربة المصرية يطلع مارد. طب هي التجربة المصرية دي كلام؟ لا مش كلام، اللي بنى الهرم، بس نرجع بس عشان نعرف احنا نقدر ولا لا، اللي بنى الهرم ولغاية الوقت كل النظريات الهندسية محتارة ازاي اتبنى عشان نوصل الى نتيجة. شوفوا مع العلم الهندسي ده كله ازاي اتبنى ويبقى متأكدين، لسه وصلناش للنتيجة. اللي بقاله 5000 سنة موقعش، اللي هو فيه أرقى تصميم هندسي. طب هو بس كده؟ لا، ده تاريخ طويل جدا للمصريين عشان تعرفوا انتوا ايه، جدودكم مين وانتوا مين. حد قدر يغزو مصر او هجمة شرسة جت على شرق اوسط ولا على منطقتنا
عدت؟ لا، قصرت بفضل الله، لانهم ايه؟ خير اجناد الارض. يبقى إيه؟ احنا ما بنخافش بقى من ارهاب لانه هيتكسر. هي مصر كده، اللي يجي عليها ما بيكسبش ابدا، واللي يبعد عنها بصراحة ما بيقدرش على بعدها كتير. فهي دي مصر، مصر الحضارة اللي كذا مرة، وزي ما سيادة الرئيس قال النهاردة من 150 سنة، مصر كانت ايه وعملت ايه وارسلت ايه للعالم كله. طب بس من 150 سنة، طيب سنة 73 مين اللي حقق المعجزة اللي بتدرس لغاية النهاردة في الكليات العسكرية؟ جنود مصر وأبناء مصر، هم دول اللي هيبنوا مصر. وبعد كده بكتير حققنا معجزات. النهاردة لهذا المؤتمر، بالرغم أنه أنا مش عايز أكبر الحدث، لكن تحدي. ومقوة وتفتكروا أن الحكومة هي بس الحكومة اللي كانت في مواجهة التحدي، لا، ده شعب مصر كله اللي كان اللي واجه التحدي. العامل الصغير، العامل البسيط اللي كان شغال النهار في هذه القاعة أو برة أو في الخارج، كل واحد سهل، كل واحد سهل. شركة الطيران سهلت، مصر للطيران، وبشكرهم. الإعلام الشريف سهل، صوت الحق اللي كان طالع من إعلام مصر الشريف سهل. الصحافة سهلت، الصحة سهمت، كله كان بيتصارع، كل واحد بيتكلم أقدر أعمل إيه. الإذاعة والتلفزيون، ما أنا قلت الإعلام ساهم والإذاعة والتلفزيون، كل مصري ساهم، أبسط واحد في مصر ساهم. شكرا. شكرا. الحقيقة يعني، أما شباب مصر العظيم اللي النهاردة التف حوالين قائده، قائد كان منظر جميل جدا جدا. لا، ده احنا بنقول لكم ايه، ده احنا مستعدين ما بقي في حياتنا يعني نديه لكم، واحنا راضين تماما. بجد انتوا الامل، بجد شباب مصر هو الامل. وهذا المؤتمر اذا كنا بنسميه مصر المستقبل، هو ده مؤتمركم انتوا. احنا ما ضيعناش وقتنا، تم عقد اجتماع مجلس وزراء النهارده في شرم الشيخ الساعه 4، عشان بس ايه كل واحد يشيل ويتحمل مسؤوليته. تم تكليف الساده الوزراء الحمد لله بتكوين مجموعه عمل في وزاره الاستثمار للمتابعه، مش اليوميه، كل ساعه، كل ساعه هيتابع، لان مش هنخزل بلدنا ابدا. ورئيسنا قال اشتغلوا، وهنشتغل، لان مفيش قدامنا غير الشغل. فاذا الحكومه هتعمل اللي عليها، وكل الاجهزه اللي فيها بقى، كل واحد مسؤول عن وزارته، لازم يكون فعلا اداء جديد من النهارده. واللي وصلنا له هنحافظ عليه، بس هنعليه، هنبني، لان خلاص في اساس او في تصميم. النهارده التصميم موجود عندنا، عايزين نبتدي ننزل ننفذ. والتنفيذ طبعا شغل 24 ساعة. أطلب بقى من شبابنا، أطلب من شعبنا كله مع بعض، ويبقى فعلا منظومة جميلة عشان نسلم العالم بأمر الله، بأمر الله، التجربة المصرية في الإسكان. هيكون في تجربة مصرية في التخطيط، في الإصلاح الإداري، في كل حاجة. أيوه، بإذن الله دي هدية مصر للعالم، التجربة المصرية اللي هي هتغير مصر. ومش هيبقى بقى عجز موازنة، لا، عجز موازنة ايه ده، بإذن الله يا هاني بيه، بأمر الله هيبقى عندك فائض، وده موجود. أصل احنا ايه اللي ناقصنا يا شباب مصر؟ ايه اللي ناقصنا؟ ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذه البلد بكل خير. موقع مش هنتكلم فيه، وسط العالم، عالمي، شباب عظيم زيكم، كام؟ 66% من تعدادنا شباب. يعني ده انتوا ايه ده؟ لو نعرف نشتغل الشباب ده يشتغل
36 ساعة يشتغل؟ لا، ما هو شباب يشتغل. قوة تعليم، نظبط تعليمنا، تدريب مهني وفني وتعليمنا، ومش حكاية شهادات بس، لا ده مواضيع كبيرة جدا. كل الملفات هتتفتح، مش هيلاقي إلا ملفات مظبوطة، لأن هذا الشعب فعلا يستحق كل حاجة تبقى مظبوطة، مع الفلاح، مع العامل. العامل المصري لما بيتحط تحت إدارة مظبوطة بيظهر مارد. احنا عايزين المارد ده اللي هو ايه؟ انتاجه هدفه اليومي، مش احتجاجه، انتاجه، تعبه وعرقه، وبعد كده هيجيله كل حاجة بعرقه بإذن الله. ان شاء الله محدش يعرف يدخل بيننا ابدا ابدا. والنقد اهلا وسهلا بكل نقد، ونتحمله، ما فيش اي حاجة، بس يكون ايه في موقعه، عشان ساعات النقد يعني لما بيبقاش في موقعه بيجرح. فاحنا عايزين باذن الله صفحة بيضاء جديدة بنكتب فيها كلنا، كل واحد يقدر يسطر فيها بكلمة بحرف، لانه بيكتب تاريخ مصر. انا مش عايز اطول عليكم، لان انا الحقيقة زي ما بقول لكم انا مش بتكلم النهاردة كرئيس وزراء، بأمانة وصدق أنا بتكلم كواحد من الشعب. ربنا سبحانه وتعالى سخره أن يكون في هذه المرحلة مسؤولا أمام الله عن جزء مهم في هذه البلد. فأنا أوعدكم أن أنا سأبذل مع زملائي قصارى جهدي لتحقيق رؤية السيد الرئيس وأمل هذا الشعب بإذن الله. ربنا يوفقكم، وبشكركم كل الحب أرسله من مصر، كل الحب أرسله لمصر للعالم كله، وأقول لهم بلد السلام، أرض السلام، بترسل من شرم الشيخ مدينة السلام شكر من قلبها لكل الإنسانية. وإحنا معاكم، وربنا يحميكم جميعا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.